أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن الفخر والاعتزاز بما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة غنية متمثلة في كوادرها الوطنية التي حبها الإبداع وشغفها الإنجاز، وذلك في رسالة وجهها سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني. نعم، حيث قال سموه: نتطلع بكل شوق وترقب في قادم الأيام إلى المزيد من مشاركاتكم في مسابقة فكرة، وندعوكم بروحكم التواقة دوما نحو التميز إلى طرح أفكار خلاقة لتكون قصص نجاح جديدة في التميز نفخر بها جميعا، وثقوا كل الثقة بأن أفكاركم اليوم هي الأساس لإنجازات وطنية في الحاضر وتعتز بها أجيال المستقبل. فيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة والأخوات الكرام أعضاء فريق البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طموحنا وسعينا لمواصلة تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ليس له حد. يأتي الإبداع والابتكار كأحد الروافد الرئيسة لإسهامات كوادرنا الوطنية المبدعة العاشقة للعمل والإنجاز في كافة ساحات العمل الوطني وميادينه، لتأمين التميز الذي عهدناه ونسعى لاستدامته لمملكة البحرين وفق تطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. يسعدني أننا نشهد اليوم للعام الخامس على التوالي إطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، مستذكرين باعتزاز بالغ وتقدير ما شهدته النسخ الأربعة السابقة من مشاركات مميزة وأفكار ساهمت في تطوير الخدمات ومخرجات العمل الحكومي. العالم اليوم يمر بتحولات متسارعة وتحديات متنوعة، فما هو مميز اليوم يتطلب أن يواكبه تطور بخطوات عملاقة من الأفكار الخلاقة لتعزيز التنافسية وخلق الفرص النوعية للجميع. ولله الحمد، نحن نفتخر بما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة غنية متمثلة في كوادرها الوطنية التي تحب التحدي وتعشق الإنجاز وتنطلق دوما وعينها على ريادة وطنها وتميزه وحدود طموحها السماء، لتخط على الدوام فصولا تثري المسيرة الوطنية التنموية الشاملة. نتطلع بكل شوق وترقب في قادم الأيام إلى المزيد من مشاركاتكم في مسابقة فكرة، وندعوكم بروحكم التواقة دوما نحو التميز إلى طرح أفكار خلاقة لتكون قصص نجاح جديدة في التميز نفخر بها جميعا، وثقوا كل الثقة بأن أفكاركم اليوم هي الأساس لإنجازات وطنية في الحاضر سوف تعتز بها أجيال المستقبل. دمتم بحفظ الله سالمين. موفقين. سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة مستمرة للعام الخامس على التوالي، وتهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فعالة لتطوير الأداء الحكومي. ويمكن للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني.